اسمع سيادتك ما بتطلع سيادتك يقول لي خلاص السلام عليكم انا حمزه طبعا انتم مستغربين ليش طلع قناتي بن عبد الدكتور محمد غنام انا راح اخبركم ان شاء الله الفكره كامله فكره هذا الفيديو كامله يعني محمود يسوي اجانها على اسطنبول اجى عند محمد اللي هو بن عمي زياره وبتعرفوا ان محمد ومحمود يسوي يعني اصحاب من زمان وبيجوا على بعض كثير يعني هان فكرت اني اعمل فيه مقلب ان محمود يسوي بيعمل مقالب في الناس ابصر شو انا هان بدي اعمل فيه مقلب فكره الموضوع انه راح تكون راح يجي اتصال من مدير في الشغل راح يقول لنا راح نخصم عليك 5 ايام ليش تاخرت على الشغل فطبعا انا خصم علي انا لان استنيت محمود يسوي راح اشوف فهنا راح تكون يعني زبدة الموضوع هنا راح تكون فكرة الفيديو أنا راح أبلش في محمود من هذه الناحية أو قبل ما نبلش الفيديو أنا تعرفت على محمود العسوي عن قربه والله أنه شاب محترم جدا يعني بدخل القلب على السرير فانبسطنا مع بعض وطشينا وزهزهنا فطبعا هو راح يستغرب كثير يعني قلت طبعا هذا امبارح كنت طاش معه ومبسوط معه شو ما ليش تغير ليش سوى هيك شو فيه أبصر الله يستر فنهاية يعني أي شيء راح أحكي في هذا المقلب راح يكون من وراء قلبي يعني ما تأخذه بمحمل الجد يعني أي شيء بحكيه هذا بس هيك سيناريو على أساس أنها تزبط الفكرة ومشوا معنا تنشوف الفيديو راح يصير طبعا احمد اخويا معي في الفيديو السلام عليكم تابعوا خليكم معي تنشوف شو راح يصير في المقلب شباب وين وين اخر ابعد انت تعال يا شباب بلاش الو فكرة معظم عليكم السلام ورحمة الله درجة عن الأدوات الصوتية من برا يعني سيدي بس حيالله أنا مدير الحمد لله تمام مين؟ والله أنا مش راح الدريج يعني وزارة الصوت الأصلي هتقول إيش؟ وين سويت شباب صديق هو أنا بس أغلبك سيارة التلفزيون أحكي مع مديري أجي هون شوي آه كمل مش فاهمك والله كيف بدي اروح عليك بكره لا انت سجلت يعني على بلويتي كيف بدي اروح عليك اذا بكره بتخوف اه بلويتي تمزح انت تتفا الاوديشن تعرف الاوديشن اذا ما تسلم من الاداره بلا اداره بلا شيء اسمه انا حكينا لك في 20 الشهر بالربع 20 الشهر في شاب صاحبنا من السنه وضلينا ما حكيت لك انا بس بدي اضرب من عصوب شو رايك ما بقدرش عمي جاي بكره ما بقدرش اروح انا ساعات بدي اجي استذكره ما تذكر شو هي الفكره مش ساعه شغله ما بقدرش اروح بكره يا عمي ما بقدرش ساعات في بدك تحجز تذكره وبدك شو انا مش مجهز حالي وانا حكيت لك قلت لك انا بدي اكمل في شاب بدنا نستنى قلت لك في 15 شهر لا 20 شهر مشو يا زلمه بلا اداره بلا شيء اسمه ماليش علاقه شوالك عم تشوف اذا محل عني اسمع بدك تخوت علي لا نص هذا طير طير بعدين بحكي معك طير يا زلمه في ولد اسمع شو الليل شو الليل الليل الزفت شوالك يا زلمه قول انه هاي المستشفى قال روح بكره يعني طب شو روح يا زلمه والله انا عمري ما حطيت حالي في مواقف زي هيك الا كله من وراك يا زلمه شو من وراك؟ كله من وراك انا والله مروح في 15 شهر حكيت بدي اجي الشب خليك حمزه شو اللي صاير انت شو اللي متصل عليك يا زلمه شو بيه؟ يا زلمه بقول لي روح بكره على المستشفى كيف بدي اروح بكره؟ انا بدي احجز تذكره كيف بدي اروح؟ بقول لي اذا ما روحتش عليك خصم 5 ايام وابصر شو وين داره؟ هل انت مش اخذت اجازه؟ انا اخذت اجازه ل 15 شهر طيب طيب انت حكيت معي قلت لي خليك ومددنا طيب فبحكي لي ما بزبطش من الاداره مش موافقه بصير شو طيب طيب فانا حطيت هذا الموقف مش لاقي يعني هو مش الزلمه قال لك الزلمه حكى لك انه بتمددها يا زلمه هو كله هو حكى لي مددها بس مش موافقه الاداره ابعد يا احمد ضغط عمي بالشغل بقول لك شو اسمه لو انا كنت بدي اروح 15 ليش تحكي لي خليك يا عمي بتقول لي شوف صاحبك انا بدي اشوف صاحبك عارف شو صار؟ والله ما فاهم عليه شغله شو صعبه شو بتقول انت يا زلمه؟ طيب شو المشكله؟ يا عمي انا كنت بدي اروح 15 شهر قلت لي في صاحب بدي يجينا خليك التقي فيه يا عمي انا ما بدي صاحبك ولا بدي اشوف ولا بدي التقي قصدك العساوي؟ عساوي ما عساوي انا هيك حر يا عمي انتوا كاتب في مشكله يعني يا عويس طب انا مقيفه حاسب امور اني اروح 15 شهر بتقول لي خليك كمل بديش اكمل يا اخي بديش اشوف هذا الشهر مش مستاهله يا رجل مش مستاهله بحكي عنك يا عم بحكي عنك
ونعم عيب عليك، فكرتك عم تمزح في الاول، بس انا عيب بمزحش انا بحبك. شو في بالضبط؟ مش فاهم شو المشكله. خصمين له 5 ايام، بقول لك على الاداره خصمين له 5 ايام عشان نمدد وشو ليش باقي موافقين على التمديد تبعه. انت حكيت له يضل يعني عشان لا هو حكى بده يضل عشان اشوفك وهيك ومش عارف، فخلص عاد بنعمل 5 ايام مش مستاهل. يا عم يا اخي انت عندك مستاهل، عندي مستاهل انت عندي يعني 5 ايام انا عندي بشوين صاحبك يا عم. حر انا هيك بتحكي ابدا، انا هيك انا ما تتنكر زي ما انا بحكي مالك شغل. هو عيب عليك الشاب قاعد يعني مش عيب عليك شو اسوي له يعني؟ اذا ما انت من عمي انت بتحكي في وجه عيب عليك. انا مين هو كذا؟ يا ابن الحلال محمود. بس شو المشكلة؟ ليش يعني؟ عم تتدخلش انت، تدخلش كل شيء بصير من وراك. من وراي. من عم شوف علي المبدئية اللي بتحكي ما بقلب فجأة مش عارف اللي بتحكيه عيب الشاب قاعد اي شاب يعني في بيتنا وزي قاعد في صالوننا انا بس محترمه عشان قاعد عنده هو طيب وانت مش محترمه هيك بتقوله ثواني هلا شو مستفز يعني مستفز شو اللي عملته غلط انا هيك حر انت مستفز انا اوكي انا مستفز بس شو اللي عملته غلط انا مش فاهم انا انا الغلط على ابن عمي بيرجع الساعه انا مروح بقول لي خليه تشوف قديش اشوفك يا اخي طب انا هو نزل هيك خليك تضل يعني او شيء يا عم تدخل ايش ما بتدخل عم بسالك انت ما تدخلش ما بحكيش معك خلص انسى لا ما بحكي معك مش طبيعي يعني هو الشاب في العادة والله أنا أتبقى كثير حامد شوف علي خمس أيام يا شو 5 أيام يا جماعة على إجر مستاهلة تحكي قدام الشاب هيك طب هلا شو قبل هيك هيك حر أنا منكر طيب خلص احنا منكر زي معك زي ما لا يعني لا تهيني الشاب قدامي هو في بيت الشاب أنا ما بعرف إنك أصلا ضايل يعني هو ما بيعرف إنك ضايل عشانه حتى يا عم تفكرش حالك أنت شي كثير جننيش مين هو شو دخل ليش ورد فيه شو دخل هاي يا محمود انا شو حكيت انت من بداية قلبك هذا الكلام علي يا عم من كل قلبي لا لا انت من بداية طب ليش من بداية كنت لطيف يعني يا عم اسمع اسمع انت ليش بطلع 5 ايام تعال تعال اسمع دخل ايش عمي في 5 ايام انت زي ما تقول مالك شغل خلص انا عمي وسمعت يا عم شغل مش مستاهل 5 ايام يا رجل مش بدك كده اطلع انت وشب برا انا بطلع برا من دوري يا زلمه انا انت روح اطلع برا يا زلمه انا اطلع بروحتي لا لا اقعد يا زلمه سكتك ما بتطلع سجل لي خلص اقطعته خليه اقسم بالله خزيتني يا زلمه حمزه انا شرب ابن عمي يا خزيتني هو مستفز يا عمي انت بتحكي جد حاليا انا بحكي جد انا من يعني واحد دايس بصوتك وقاعد يا اخي مو انت اللي بتحكي شو بتحكي في وجهي مو انت قاعد بتحكي على اساس انا اللي بحكي عنه قاعد يعني انت من عمي في وجهي زلمه دمي انا عم انا هيك بدي احكي هناك ان شاء الله كمان معك اذا كنت عليك شو بحكي مش مستاهل بس بطيش مستاهل شيء شو 5 ايام يا زلمه على كندرتك 5 ايام انا مش عارف استر 5 ايام طب هاي الشاب زي ايش بنسوي ولا شو شو بدي 5 ايام شو اخترت الشاب هذا شاء الله انا الشاب شو فيها شو هذا بنعم انت مش طبيعي انت اليوم مش طبيعي بالمره يعني اذا تعلمنا نحترم الضيوف طب يا باطل ايوه والله تهدى يا سيدي العزيز مشيت وتهدى زعل وكثر من الزعل ما انت روح روح هذا انا ما راح اجبك الحكي شو داخلها؟ مشاكل انا كنت معصوبة تتدكى في شو اسوي؟ طيب انت غلطان بدك تعذب للشاب يا عمي الشاب قاعد يشوف لك انا ما سويت معك شيء ما بعتذرش بقول لك انا ما عملت معك شيء في شيء ليش يطلع من هون؟ ليش انت صار بينك وبين شيء؟ بدي اطلع عامل فيك فيما انت بدك تسب علي يا عمي لا اذا هو مثلا بده مثلا يسوي بشكل ليش يطلع؟ شو ليش يطلع؟ وانت انت قاعد بتسب على الشاب وبتهين فيه ما استبديتش عليه مع كل احترام الشب والمشكلة أنا لا عارف يعني أحكي معه ولا أعرف أحكي معه ومستغرب ونعم طب خلص اسمع رد علي روح اطلع عند طيح مع أحمد تاع تلف في الشارع خذ لك نفس تهوى شوي ويرجع على الدوار وتكون رقد وبنحكي هيدا ونشوف الوضع بس حاليا مسوي غلط أنا صراحة بكل صراحة بقول لك يا شب قاعد عندي يومين ورايح وأنا كمان راجع أنقرة كمان يومين وراح نتفرق والله يعلم متى راح نشوف بعض سواء أنا وياك أو العيساوي فإحنا هذا الوضع غلط وغلط كله
انا لا اعرف احكي معك ولا انا عم تاروك تاروك بشوف شو بصير عم زعلان شو بدي الشب زعلان ما حد يعني والله ما حد يعني شيء دايس بصوتنا والله لازم نحترمه مقلب المقلب برضه ماشي على ابن عم اشي من الاخر فاخر يعني ماشي على ساو وماشي على محمد هينا ضمن رضيه من انا مش وكيل الله يستر السلام عليكم يا جماعه الخير اسمع يعني اول شيء انت ضيفك ضيفني والله انا بس هذا مقلب يعني تقدر تقول فهمت كيف انا والله ما بكلم كلمتك ابو الاسلامي ولا من كلمة عمي بس انا حبيت هيك اغير الجو كيف مشي عليك والله والله طلع عشان برافو يروح بس شو كيف غيرت شخصيته فجأة هيك شو الصبع اللي صار والله انا هذا كله حكيته كله من ورا قلبي والله طبعا انا امبارح مريمت الشباب قبل ما اعتذرت لهم وطيبت خاطرهم بس يعني سويت لهم كاس الشاي وظبطتهم بس انا ما لحقت اخذ شو الانطباع تاعهم عن الفيديو فبنبلش ابو العساوي حبيب القلب حبيب شو انطباعك عن الفيديو امبارح عن المقلب عن جد صدمه كان انا كثير كنت متفاجئ انه ليش تغير معي هيك فجاه وحسيت ماما في الكلام اللي حكيت لي كانه بقلبك موجود وطلعت لي اياه انت قلت اذا مبارك معقول هو كارهني من البدايه بس انه فجاه يعني انت قلت امبارح كنا طاشين مع بعض طب ليش هيك شو تغير مش عارف جد بس تمثيلك مش طبيعي انا قلت يعني شخصيته مبينه هادئ هيك يعني ما طيوب وفعلا انت طيوب بس قلت فجأة شو ليش قلب شو الاتصال اللي اجى غير حياتي فتفاجأت صراحة مش طبيعي حياك الله انا بحبك حبيبي يا الله يسعدك يا رب بس هم مش بكل زيادة لا يا زلمة ابن عم محمد انا والله اني زودت عليك امبارح زودت على سوا بس شو الانطباع؟ انا بالنسبه لي انطباع كويس اذا كان العزاوي انطباع كويس لانه في الاول والاخير هو ضيفنا طبعا هو العزاوي ما شاء الله مبسوط يعني فهم المقلب لانه هات ما شاء الله اول مكالم بس استنوا منه استنوا منه انا صراحه بضبل ان شاء الله المشكله هو مسافر كمان يوم لا بتلحق مش هلاقي ارد له اياه يا عم ضيفك ضيفنا حبيبي احنا مسويش في البيت بس خلاص حبيت انت مش سوي مقلب في نفس لا لا مقبول ولا واسع في مقلب بجيك على فلسطين على فكره بعمل بخلي ناس ثانيه من انا والله صراحه اذا سويت في مقلب ما لناش دين سوي قدرات يعني خلاص انا بدي اروح بكره خلاص ضوء الاخضر جاني خلاص سوي اللي دير بالك المهم يا جماعه الخير انا طبعا ان شاء الله راح نعزمهم يعني اعزمهم حساب وش اسوي انا رضيهم برضه بزياده وعلى كنت اسوي لا تمرك يومك بدون ابتسامه وقلت ابن عمي تمتم في امان الله